السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يسأل كثير من الناس لماذا قدم الله سبحانه وتعالى السجود على الركوع. أولا نقول أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن صلاة مريم عليه السلام هي كصلاتنا التي يسجد فيها يسبق فيها عفوا الركوع السجود. المسألة الثانية أن الواو هنا عاطفة ولا تفيد الترتيب الزمني، يعني لا، لما يقول الله سبحانه وتعالى واسجدي واركعي هذا لا يعني أن السجود قبل الركوع أو الركوع قبل السجود، فالواو لا تفيد الترتيب الزمني وإنما تفيد جمع الأمرين مع بعض. النقطة الثالثة وهي أن الله سبحانه وتعالى يقول واسجدي واركعي مع الراكعين، الركوع يقصد به أحيانا الصلاة، فاركعي مع الراكعين يعني صلي مع المصلين، وهنا يكون الله سبحانه وتعالى قد عطف في هذه الحالة أو في هذا التفسير أن الله سبحانه وتعالى قد عطف السجود على السجود وهو جزء من الصلاة على الصلاة كلها، أي واسجدي وصلي مع المصلين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.